أيها الأحبة، إن الله خلقنا لعبادته، فهذا المقصود من خلقنا، فينبغي علينا أن نحقق. كونوا عبيدا لله، تواضعوا لله، ذلوا لله، اخفضوا جناحكم لإخوانكم من المؤمنين، اعلموا أنكم ستموتون وأنكم ستوضعون في حفركم وستسألون وستعرضون على ربكم، وليس عند الله أحساب ولا أنساب ولا غني ولا فقير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبلال سبق أبا طالب، وبلال سبق أبا لهب، لأنهما قعدت بهما شقوتهما فماتا كافرين وهما عما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال عبد حبشي ولكنه كان سابقا رضوان الله عليه. فاحفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليس عند الله أنساب، وإنما جميعكم عباد لله تبارك وتعالى، فأخبتوا لله وأسلموا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يعلمني وإياكم العلم الشرعي الصحيح، إنه على كل شيء قدير.